حقيقة يعني هو عليه عبء كبير هذه الأيام والأيام السابقة، ولكنه دائما ما يكون متفائل. واحد من نجوم مصر والنادي الأهلي، مدير الكرة في النادي الأهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ. يا كابتن سيد، ازاي حضرتك؟ ويعني وحشني جدا. كابتن اسلام ازيك ومبروك، وان شاء الرحمن حاجه موفقه جدا واضافه باذن الله، انا متاكد منها ان شاء الرحمن باذن الله تبقى اضافه قويه جدا للقناه والبرنامج باذن الله، انا متاكد من ده ومتاكد من النجاح بتاعك اللي هتعمله ان شاء الرحمن. انتم السابقون. احنا ان شاء الرحمن تعدي كتير ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن سيد. يعني كابتن سيد، يعني انا عارف ان الظروف صعبه والامور صعبه والضغوط كثيره جدا خلال هذه الايام، ولكن خليني ابدا مع حضرتك باهم هذه المواضيع، وهو في كلام اتكتب على الموقع خلال الساعه او الساعتين اللي فاتوا عن ان مؤمن زكريا خد لبسه ومشي من النادي، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ بص، انت في حاله في الوقت الحالي لازم تقيمها كويس، او نعم. في توقيت في الوقت الحالي لازم يتم تقييمه بشكل كويس جدا. انت في فتره مش مستقره خالص، يعني هتلاقي اخبار بتتنطور هنا واخبار بتتقال هنا وكلام بيتقال هنا وكلام بيتقال هناك، وده وضع طبيعي جدا جدا في الفتره الحاليه لتحليل الموقف يعني. نعم. لكن طبعا الكلام ده ملوش اي اساس صحه. مؤمن زكريا مجدد ثلاث سنين ونص لاضافه للنادي، الكلام ده ما حصلش طبعا، اوكي. لكن بلفظ اهميه مؤمن اللي انا مدركها وعارفها كويس جدا، مساله المشاركه الفنيه او عدمها دي راجعه بقى لقصه لوجهه نظر فنيه.